مجموعة من النساء يسألون عن حكم بعض الأخوات عندما يبدأ الإمام بالقراءة، يقمن هؤلاء بمتابعة الإمام وهو يقرأ ويتابعنه بالمصحف، فهل ذلك جائز؟ هذا غير مشروع، ولا ينبغي أنه يأخذ المصحف ويتابع الإمام، لأن هذا يشغله عن الصلاة، يشغله عن الصلاة وتدبر القرآن ومتابعة الإمام، فلا يأخذ المصحف وهو يصلي. لكن الإمام لو احتاج إلى أخذ المصحف لأنه ما يحفظ القرآن فلا بأس، أما المأموم فلا يأخذ المصحف لأنه يشغله عن الصلاة. نعم.